فرز وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها موضوع ندوة بالرباط تميزت بحضور ثلة من الشخصيات الحكومية وغير الحكومية بهدف الوقوف على أهم الرهانات والتحديات المرتبطة بالقطاع وتطويرها. كننتجو 7 مليون طن ديال النفايات بمعدل ان على المدينه مثلا كالدار البيضاء كتجي 3500 يوميا طن، فبالتالي هذا الذهب الجديد يجب ان يكون فيه نقاش مؤسساتي باش نمشيو للتدوير ونديروا حياه جديده للمنتوجات اللي كينتجوها اللي كيستهلكوها المغاربه في اطار تنزيل من الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه اللي كنشتغلوا فيها على الجانب القانوني على جانب تسهيل كل الشركاء ديالنا خاصه القطاع الخاص باش يدخلوا بشكل مؤسساتي. تعميق النقاش حول نموذج التدبير المستدام للنفايات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال فرز وتثمين النفايات على مستوى الأحياء المغربية من بين الأهداف المسطرة من طرف المشاركين في هذه الندوة. النفايات المنزلية على الأخص ما بقاتش عبء، نعتبروها ككنز وكثروة، كثروة كنستثمروا فيها وكتخلق فرص شغل وكتدمج الشباب وإدماج كذلك الناس اللي مهمشين وكيخدموا في المطارح، كلهم كيمكن لهم يندمجوا بحلول اللي معروفة اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب انخرط في التنمية المستدامة عبر التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة وخلق برنامج وطني للنفايات المنزلية الذي يروم تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية فضلا عن تقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة.